يا مساء الخير، كيفكم؟ طمنوني عنكم. يا رب دوم تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم بقناة رهف 2011 كيتشن يوتيوب. اليوم الفيديو تبعنا عبارة عن شو؟ عن عشاق المعجنات، وللناس اللي تحب المعجنات، وللناس اللي تحب البيتزا. يعني اليوم وصفتنا ان شاء الله جديدة. اليوم وصفتنا شوي مختلفة عن باقي المعجنات اللي طبعا متداولة على اليوتيوب وهيك. اليوم راح نعمل معجنات أوروبية مع معجنات ألمانية، أوكي؟ المعجنات هي بالإريدس أو الجمبري. رح نعمل وصفتين بيتزا، أوكي؟ واحدة بالإريدس، واحدة بالطونة، أوكي؟ وإجباري بدنا جبنة مبروشة، النوع اللي بتحبيه شيدر، موزاريلا، أي نوع أنت بتحبيه من أنواع الجبنة، أوكي؟ فينك تدمجي كمان نوعين من الجبنة، لأنه هي البيتزا سبحان الله بطيبة الجبنة وكثرة الجبنة. عندي لصلصة البيتزا 4 حبات من البندورة، 2 حبات من البصل. هلأ طبعا بدي استخدم واحدة للصلصة والبصلة الثانية بدي حطها مع الطن، أوكي؟ وعندي كمان برضو 4 حبات أو 3 فصوص توم، شو بتقولوا له؟ المهم يكونوا هيك حجم كبير، أوكي؟ هلأ بننظف هون القطعة للتنظيف. عندي كمان قرن فلفل اخضر وهو شوية حر يعني، اوكي. عندي هون ننتقل للبهارات، كاري معلقة وسط او متوسطة، معلقة صغيرة اوريجانو، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة عندي بهارة ثوم، فلفل احمر معلقة صغيرة، ومعلقة متوسطة من الكزبرة اليابسة. ويلا مباشرة خلونا نبلش بالفيديو. اول شي رح نقطع البصلة، لازم نقطعها ناعمة لصلصة البيتزا. أنا من النوع ما بحب تكون البصلة خشنة أو تظهر بالبيتزا. يلا فينك إذا بتحبيها كمان كتير ناعمة، أنا أحيانا بعملها برضه بمحضرة الطعام أو ست البيت، كل الناس بتقلها شكل، فينك تعمليها بست البيت تطلع كمان البصلة ناعمة على الآخر. هي هيك خلصنا أول بصلة فرماعة. كمان برضو عندي الثوم نفرمه الناعم. بسم الله. هاي الثوم صار عندي ناعم. اكيد رح تتسألوا وين عجينة البيتزا. انا رح احط لكم الرابط في صندوق الوصف لعجينة البيتزا. هاي اذا بتستخدموها او اذا يعني بتعملوا خطوة بخطوة منها رح تحصلوا على يعني عجينة بيتزا هشة وطرية. يعني حتى لو بتضل عندكم البيتزا 3-4 ايام كأنك هلأ جايبتيها جاهز، بتضل العجينة طرية ويعني نكهتها كتير كتير طيبة. ورح تدعيلي جربيها، وانا ان شاء الله الرابط رح احطلكم اياه كمان برضو بصندوق الوصف. انا هون عم افرم الفلفلة الخضراء، طبعا احنا ما لنا بحاجة اكثر من نص قرن. اخر شي صفي عنا تقطيع البندورة، وانا بدي احطها بمحضرة الطعام كرمال تطلع عندي البندورة ناعمة تماما. اللي ما عنده محضرة طعام بكل بساطة بمبشرة فينك تبشري البندورة عندك. وبدنا ما ننسى اكيد بدنا معلقة كبيرة من معجون الطماطم او معجون البندورة. وهي طحنتها عندي بمحضرة الطعام، راح اطحن كمان برضه حتين البندورة الثانية. ويلا نبلش بالصلصة. راح نبلش نقلي الصلصة، نحط زيت زيتون، يفضل يعني هو صحي اكثر من اي نوع زيت ثاني. رح ننزل البصلة عليها تتحمر. رح ننزل الثوم والفلفلة. رح ننزل عندي البهارات عجنب الصلصة كرمال، طبعا كل انواع البهارات. ونسيت خبركم انه كمان برضو في فلفل اسود. يعني رح ننزل البهارات هون خليها تتحمص عندي شوي، يعني هيك شغلة ثواني بس، وبعدين بدمجها مع البصل. طلعت عندي ريحة البهارات من التحميص. زي البندورة هي أول دفعة، وهي تاني دفعة طحنت كمان كمالة البندورة. نعمل لهم تحريكة بسيطة. ما ننسى خبرتكم الفلفل الأسود، ورح نتركها تتسبك أو تتعقد عندي أقل شي بدها 10 دقايق على نار متوسطة. وفينك تغطيها وتضيفي لها معلقتين كاتشب اذا بتريدي، بس انا من النوع ما بحب ضيف لها كاتشب، يعني بحبها هيك خليها فريش اكثر. رح ارجيكم العجينه اللي انا
يعني دايما بعملها دايما بساويها، ومعتمدتها بكل اكلات المعجنات تبع الفرن، دايما تطلع معي هشة وظابطة الحمد لله رب العالمين 100%. هاي البصلة اللي قلت لكم بدي اعملها للطون، قطعتها شرحات بهذه الطريقة، رح اخلي عندي عجنة، رح ارش عندي سطح المجلب بشي بسيط طحين. شوفوا لي على العجينة، على طراوة هالعجينة ما شاء الله بتجنن. رح نبلش نفرد فيها، بسم الله، معرشة بسيطة خفيفة ما بدها كتير، بسم الله ما شاء الله طرية. انا بدي اعملها شكل مو دائري هالمرة، بدي اعملها شكل مربع على حجم الصينية عندي، بسم الله. وهيك تماكتها تمام، لانه ما شاء الله هلا رح تنفش عندي كمان برضو بالفرن. هاي حطيت العجينة عندي هون والصلصة جاهزة كمان برضو، ورح ننزل عندي هالصلصة هون، بسم الله ما شاء الله. هاي بعد ما وزعت الصلصة رح ننزل الجبنة، بسم الله الرحمن الرحيم. ورح بلش وزع عندي حبات القريديس، الجمبري يا عيني يا عين، طبعا ما حمصتها ولا قليتها، هلا هذا الشيء بيرجع لك، بس هي هلا رح تنشوى معي بالفرن لما يعني مدة استواء العجينة رح تستوي كمان برضو فيها حبات الجمبري. وهي الأكلة ما بيطيبها إلا إنك تكتري كتير شو القريديس. ورح نزل عليهم رشات الأوريجانو، لأن الأوريجانو طيب مع البيتزا، ودايما بيحطوه بالبيتزا الإيطالية يعني أنواع البيتزا الأوروبية كذا بيحطوا فيها الأوريجانو. وعندي أنا هون رون الفلفلة الحادة، هذا الشيء اختياري تمام، راح نوزعهم بس كتير تجي طيبة مع هي البيتزا. وإذا عندك أطفال فينك كمان برضو تستغني عنها، وإذا من محبين وعشاق الحد حطي وما تسألي لأنك راح تنبسطي فيها. وعلى الفرن. وهي رقيت العجينة الثانية، عملتها على شكل دائري لأنه تحطها بصينية مدورة. طبعا أنا عندي هون الصينية حاطط لها ورقة زبدة، وهذا الشيء اختياري، يعني إذا ما عندك ورقة زبدة دهني شوية زيت سفل الصينية حتى ما تلزق معك العجينة. الصلصة، الجبنة، نوزع الطن أو مثل ما أنتم بتقولوا لها، في ناس تقول لها تونة لأنه أوكي. البصل وما أدراك ما البصل، ما ننسى الأوريجانو، وطبعا فينك تحطي حبات ذرة، بس كالعادة عائلتي أو الأطفال عندي ما بيحبوا مع البيتزا الذرة. على الفرن. وبعد ما حطيت البيتزا بالفرن ونظفت عندي سطح المجلى، بدي أحط فوق البيتزا القريدس. أول شي رح نجيب مقلاية وننزل بقلب منها معلقتين من زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي هون سنين توم رح ابرشهم، بسم الله الرحمن الرحيم، برش او دق ما بتفرق. ورح نزلهم فوق الزيت، الزيتون بدي روح حمصهم، يلا بسم الله الرحمن الرحيم رح حمصهم. شغلة ثواني ما بدي يتغير لونهم ابدا، ورح نزل فوق منهم بقدونس، تقريبة بسيطة. يا حزبكم شو بيلبق مع القريدات او مع السمك؟ ليمونة، رح نعصر شوية ليمون، يعني هيك مقدار معلقتين ليمون، تقليبة بسيطة، ورح اطفي النار عليهم. يلا شوفوا ما شاء الله، هاي طالعتها من الفرن، حطيت رشة ملح خفيفة لانه نسيت احط التوم ملح، ورح ننزلها فوق القريدس كلها بهيدي الطريقة. رح احطهم بالفرن من فوق يعني مدة هيك نص دقيقة فقط لا غير. هاي اول صينية طلعت من الفرن، شوفوا لي ما شاء الله يعني غير شكل. هي لعشاق الاكلات الغريبة، الناس اللي بتحب الاكلات الغريبة واكلات الاوروبية وهيك، البيتزا وما البيتزا والمعجنات، يعني انا من النوع غرامي البيتزا والمعجنات والمعكرونة وهالامور. هلا رح نقطع قطعة مع بعض ورح نطلع الصينية الثانية برضو من الفرن. يلا
هاي طلعت صينية البيتزا بالطن، يعني ما شاء الله روايح. بتشهي القلب. تعالوا شوفوا لي على هالدلال، دخيل هالاوريجانو، انا على هالوجه والجبنة المحمرة، يعني سلم ايدي غير شكل. يلا تعالوا نشوفهم مع بعض، نشوف هاللون العجين. شوف ما شاء الله شطريح، شايفين على اللون؟ الله. شوف العجينة الثانية، ولنشوف البيتزا الثانية قربت لعندي لهون. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه شوفوا لي على هاللون الاحمر، شوفوا ما شاء الله شو عم يعني كيف ما عملتها وتنيتها كيف تصير طريه وما احلاها. خلينا نقسم قطعه يلا. وبسم الله نبدا على بركه الله. دخيل الله، انا والله منظر بشهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هي قطعناها لسه هون بدها شوي عادي، وهي القطعه جاهزه معنا طريه ما شاء الله بتشهي القلب، ولون العجينة مية مية، يعني شوفوا على الطرب ها هيك بتضل طرية قد ما ضلت عنكم ما شاء الله. يعني فضلا وليس امرا لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل كل جديد انا بنزله من قناتي، وبحبكم كتير ومع السلامة. ما قدرت ما اقطع قطعة الطون واريكم اياها، أرجيكم لون العجينة الوردية. مع السلامة.